لكن احيانا بقول لك تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في حاجات كثيرة غايبة عن الناس، لكن ان شاء الله نحن نوضح للناس بقدر ما نقدر اسباب توقف العمليات العسكرية البرية، شغل البري على مستوى مواقع كثيرة. لكن قبل ما اخش في عملية توقيف العمليات العسكرية، خلونا نتكلم عن الموقف العملياتي على مستوى ولاية الخرطوم. ولاية الخرطوم الحاصل فيها شو؟ أول حاجة يا إخواننا، الخرطوم كمدينة غير بحري ومدرمان، الليلة اليوم ده في شغل بري وشغل بتاع طيران وشغل بتاع مسيرات في منطقة الخرطوم تحديدا. نتكلم على المدرعات. الليلة قوات المدرعات، والتحية للدروع وعلى رأسهم قيادة سيادة اللواء رك نصر الدين، وكل الشباب مستنفرين جهاز قوات مسلحة كلهم الموجودين على مستوى المدرعات، التحية لكم. الليلة قواتكم في المدرعات اتقدمت، وكل يوم قاعد تتقدم، والتقدم اي الناس بتشوف انه مسألة التقدم دي ضعيفة او بطيئة في الحركة التقدم، لكن والله يا اخواننا العمل اللي قاعد تقوم به المدرعات على مستوى احياء الخرطوم المليئة بالعمارات والمليئة بالقناصة دي، والله الناس حتعذرهم انه التقدم اللي قاموا بدا ذاته هو عملية كبيرة جدا جدا قامت بها المدرعات، على اساس انها تصل للنقطة. انا ما بحدد ليه، لكن للنقطة اللي وصلت المدرعات دي اكاد انه قدام مجمع الرواد لا تفصلهم بينه وبين الا شارعين من مجمع الرواد، وده عمل كبير جدا جدا قاموا به. انت عارف انه في كل خطواتهم في عمليه بتاع التقدم المدرعات، سلاح المدرعات كل ما يتقدم اتجاه، تخيل انه نحن بنفقد اخوان، بنفقد شهداء ومستمرين. في زول بقول لي ده واجبهم، هم واجبهم وهم عارفين، لكن شوف حجم التضحيه القاعد يقوم بها سلاح المدرعات. في كل يوم يفقد فوق 3-4-10 في كل يوم، بنفقد على مستوى سلاح المدرعات قاعدين نفقد في اي عمليه بتاع التقدم. اذا تقدموا الحكايه بتاعه 40 متر بتقوم يا اخواننا في شهداء، فنحن والله ما لينا الا نقول لهم انه ربنا ينصركم وربنا يرفعكم وربنا اكيد معاكم، لانه انتوا على حق، لانه انتوا الان الوقفه اللي بتجيبوا فيها والتقدم اللي بتتقدموا ده هو لعملية نصرة الدولة السودانية ولعملية تحرير الدولة السودانية من الدنس ميليشيات الجنجويت، من الشل بتعمل فوق الميليشيا على مستوى الدولة السودانية. المدرعات اتقدمت في مواقع معينة، والمواقع دي اخواننا اكثر حيوية واكثر استراتيجية الان المرتكزة فوقها، وانا متأكد تماما انه مجمع الرواد وتلاقي الجيوش هو مسألة بتاعة ايام دي. انا بضمن لك تماما، بقول لك انه تلاقي الجيوش ما بين ام درمان، جيش ام درمان بالمهندسين مع الجيش بتاع المدرعات هو مساله بتاعت يا ايام. انا ما بقول لك ساعات، لكن مساله ايام انه الجيش ده يتلاقى وتتحرر الاستراتيجيه ويتلاقى على مستوى السوق العربي ويلتقي بالجيش بتاع السلاح الطبي، وذا باذن الله سبحانه وتعالى. نجي نشوف الأحياء على مستوى وسط الخرطوم وعلى مستوى جنوب الخرطوم. أول حاجة جبرة دي يا أخوان، القوات المسلحة بسطت السيطرة تماما على مستوى المنطقة. الأحياء بتاع الجبرة حي جبرة بسطت فيها السيطرة بتاعتها، حي جبرة بما فيهم بيت الهالك حميدتي الموجود على مستوى جبرة، القوات المسلحة بسطت سيطرتها هناك. لكن الليلة في شغل كبير، شغل طيران وشغل المسيرات. اول حاجه الليله المسيرات على مستوى منطقه الخرطوم جنوب، ابدا لك من السلم البقاله. السلم البقاله الليله فهو شغل بتاع مسيرات، وانا باكد لك وبالادله السلم البقاله الليله الطيران المسير، طائره مسيره في السلم البقاله جقمت اكثر من 30 جنجويت والجرحى ما يدوك الدرب، طائره مسيره واحده. دي بشارة بالمناسبة، أي طائرة مسيرة يا إخواننا لما تجي وبتجقم ليها حكاية بتاعت أكثر من كم 30 جنجويدي وبتدمر لها عربية والجرحى ما يدوك الدرب على مستوى الشوارع. الدار أفهمك ليه؟ ده ما الطيران المسير العادي،
الدار فهمك له انه البلد دي فوق بريك دار شقال الان، ممكن تكون اشتغلت عندها يومين ودي البشاره اللي انا دار اوصل لك سلامة. الحته الثانيه اللي هو المنطقه بتاعت السوق المركزي، طبعا انا شفت في الايام المضت دي المنطقه بتاعت السوق المركزي، بقول لك ضربه الطيران حبيبي الفاضل اديك لا على على بلاطه، ده ما طيران، دي بريك دار قبل يومين، دي بريك دار قبل يومين اتجمعت دي بريك دار، والليله الليله السوق المركزي حصلت فوق عمليه بتاع الضربه لميليشيات الجنجويد على مستوى منطقه السوق المركزي والعمارات والسوق المحلي بريقدار، جقمتهم جقم ما بعد جقم يا اخوانا، وما لاقين طريقه انهم يطلعوا على مستوى الاعلام على اساس انه يقولوا انه دي ده الطيران بتاع الفلو وشنو ما تعرف والكلام الفارغ اللي قاعدين يقولوا كلهم، لانه ما في مواطن اساسا في السوق المركزي. ركز معي هنا كويس، ما في مواطن في السوق المركزي ولا في مواطن على مستوى السوق المحلي. بقول لكم المنطقه دي حذروا من حايتين، والله البريدار لاف، حذروا من حايتين، قول للسوق المركزي كمواطن ما تمشي له والمحلي ما تمشي له. كذلك في عيد حسين، عيد حسين برضو الليله حصلت فوق عمليه بتاع الضربه على مستوى الطيران، ضربه ثقيله. نجي لمنطقه الخرطوم وسط، احياء الخرطوم، الليله الشغل تم عبر الطيران المسير بريقدار، بريقدار هاي في احياء الخرطوم وسط تحديدا من المنطقه بتاعت عفره، وانت ماشي اركويد دي حصلت فوق ثلاثه عمليات بتاع الضربات، ثلاثه ضربات الليله على مستوى اركويد عبر الطيران، واستهداف ناجح جدا جدا. نفس الطائره دي هي اللي ضربت الرياض، في الرياض في الرياض لو بتتذكروا، نفس الطائره دي اللي هي الان بتاكد لنا من جوا انه هي جغمت التجمع. كان في اجتماع للميليشيا بتاعت الجنجويد قبل اسبوعين، اجتماع وقلنا لكم قلت الزمن ده قلنا لكم انه الاجتماع ده على حسب المصادر انه كان فيه عثمان عمليات، والليله جينا اكدنا انه بالفعل عثمان عمليات كان موجود في الاجتماع اللي تم قبل اسبوعين، وبعض قيادات الميليشيا المتبقيه زي سته افراد ديل كانوا ومعاهم من دويله الشر. فهمت؟ انه حصلت عمليه بتاع الضربه على مستوى الرياض، والليله تدبلت الحنه في نفس العماره دي، العماره في الرياض دي اخواننا دي دقه نزلت كده من فوق، دقه كده قريبه مره واحده، ده شغل حديث، شغل متقدم، شغل جديد، شغل نظيف. الرياض دي دبلوا لها الحنه الليله، الليله تدبلت لها في اتجاهين، في اتجاهين. اول حاجه الليله في قسم الرياض حصلت عمليه بتاع الضربه، ضربه ثقيله جدا جدا، وتجمع للجنجويد. شارع الستين ده فوق ممكن حكايه بتاع قريب خمسه ضربات، طيران المسير شغال في المنطقه دي. اركويت حصلت فيها عمليه بتاع الضربه، حي المطار حصلت فوق عمليات بتاع الضربات. كلها الكلام ده يا اخواننا نحن في الايام الاخيره المضت دي ما كان في طيران شغال، الليله الطيران ده شغال شغل ثقيل، ثقيل في الخرطوم تحديدا شغل ثقيل جدا وباهداف. والبريقدار دي يا اخواننا بتشتغل الشغل بالملي، ليزر موجه، ليزر موجه مغزوب بتحمل لها حكايه بتاعت كم يا اخوان؟ تعمل لها حكايه بتاعت ست سبع مغزوفات موجهه بالليزر، يعني ده مبالغ. فمنطقه الخرطوم الان اللي ما تفضلوا فيها من ميليشيات الجنجوي البريقدار دي برا بتكملوا، ابشر ناس الخرطوم ان قواتكم قاعد تسحب، حتى القوات الموجوده على مستوى المنطقه بتاعت القياده قاعد تسحب على اتجاه البريه. ابشركم انه مساله تحرر ولايه الخرطوم دي مساله مفروغه منها، خطتها العملياتيه توضعت على اكمل جاهزيه انه يتم الاختراق من كل الاتجاهات دخول الخرطوم، دخول الخرطوم كمحليه من كل الاتجاهات. الكلام ده قريب يا اخوان، الكلام ده قريب جدا. وبشر ناس الخرطوم بالحاجه. نجي نشوف في بحري، بحري الحاصل فوق، بحري يا اخواننا في احياء في وسط بحري الان بتعتبر الاحياء دي هي عمليه بتاعت شنو؟ مواقع عملياتيه او عسكريه للشغل العسكري. على ذكر المثال الصافيه بحري، حي الصافيه عموما مربعاتها شمبات
فوق لصق مع الصافي بالناحية الثانية شمبات. أفهم كلامي ده؟ عندك ثاني فوق وإنت ماشي على اتجاهات السوق المركزي مثلا، حي السوق المركزي والأحياء المحيطة به دي كلها مواقع يا إخواننا. مواقع شنو؟ ركز معي، مواقع بتاعت شنو؟ عمليات. قبل أنا تكلمت في الموضوع ده على أنه وصلتني معلومات في المسألة دي، وأنا والله يا إخواننا زي ما قلت لكم الحاجة لما أكون واثق ومتأكد منها بقول التاخ، لكن لما أكون ما واثق ما متأكد ما يعني وصلتني معلومات بياد بيقول إنه عثمان ده ضرب. ركز معي كويس، وإنه واحد من ضمن الناس تم إجلاؤه بواسطة الطائرة بتاع دويلة الشر اللي جات في نيالة قبل 3 يوم. من ضمن المجهومين برضو، في مجهومين، وإنه واحد من ضمن الناس ديل إنه مبلول ما ميت. في معلومة زي دي، في معلومة بتقول الكلام خطورة هذا الرجل اتكلمنا عنه. وفي واحد تاني اسمه وطفضيل اللي اسمه ده كمان يا اخواننا عصام فضيلة من اخطر الموجودين على مستوى ميليشيات الجنجويد مع عثمان عمليات. والمعلومة اللي وصلتني انه بطل عصام فضيلة بنفس القدر انه هو ذات جزء موجود كان معه في الاجتماع ده. الاجتماع ده اخواننا مجهجه افكار الميليشيا جهجه ثقيله، وهم خليهم الناس انه حتى الان واحد فيهم يقدر يتكلم. مجهجهم جهجه ثقيله جدا جدا. الاجتماع تم في الرياض، ولما يعني محتارين انه كيف اتعرفت الحاجه دي وتمت الضرب وطح. يعني الموضوع ده اخواننا خالي جواتهم ازمه ثقيله جدا جدا. برافو قوات مسلحه، برافو برافو على الشغل اللي قلته. دي الضربة الصح، دي الضربة الصح. يا جنجويد نمهلكم أيها الجنجويد لحد بكرة، إذا ما طلعتوا خبر الجغم ده نحن هنجيب الصور بإذن الله سبحانه وتعالى نطلع لكم ونوريكم إنه قيادتكم المتبقية تم بلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، يسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير. فور كالتوريك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شهد أسرى الشرس في السودان حربا عشوائيا وهجمات مستهدفة بما في ذلك في هجمات ذاتية دوافع إرقية وأنف، حيث يتنافس الطرفان المتحاربان لتابع لهم، والهجمات الفاعلة الإقليمية على نفوس والسلطة. نشدد على أهمية إنهاء أسرى بجهود وساطة تركز على المسائل وحقوق الإنسان. وفي خبر آخر، الجيش دمر رواتب قتالية لميليشيا الدعم السري ويستولى على أخرى بمحور الخيار باتجاه ألفا بولاية الغدارف. وفي خبر آخر لتعليق أعضاء مبادرة دعم الدرة الشاب والي الخرطوم يشيد بالخير الدائم للمواطنين ويطالب بالتنسيق مع سلطات محلية كرري لتواصل للإعانات. وفي خبر آخر، السودان يستعين بمناسبة الحجرة الدولية لمساعدة السودانيين في مشاكل الإقامة بالخارج. شكرا جزيلا أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ينصر قواتنا المصلى وأوضع حميدة للمفقودين وشفاء العاجل للجرحى والرحمة والمغفرة لشهداء المعركة الكرامة.